السجن الجوع العطاك بلي نبطل وما نعطيش بحال هذاك لافوكا الا جبتيها حلال ربي كيرضى عليك. وعندي مي ناري ويلي إلاج ما حطيتيني نخدم بعت الديسير بعت الحوت خلينا نادي هنا في هذه البلاصة شهادة 83 ناري ويلي لالا نيرة الحارسية شو لاحظت يا خويا دير التكوين منك دارة كاينين ناس كابلاش يخدموا اتصور 44 دابا راه وليني اتولي ما تصور لا 44 لا 54 كملت قرايه ما كملتش قرايه يدير التكوين وليدي خدمة حاله كروسك بحال بنادم على الدري هو صديق ديالي هو. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. الحمد لله شرفنا بالاسم بعدا. يونس مريده. يونس مريده. القاب لالا عائشه ناري ويلي معروف بها. دابا كيف حالك؟ كنخدم مع هاد السيدة هادي اللي كتشوفي قدامك قزير خدم مع الاخر خدم مع الاخر المهم ديباني راسي فهمتيني بالحلال اعوذ بالله عندي امي ما نزوج ما والو ما مكتبش وما بغيتش نخليها حتى هي بتمارة كنضرب جوج حبازات واحد برا واحد لداخل فهمتيني ديك الساعة ما كنتش داير عقلك طايش باقي عزري دابا راسي ماشي ما ندمت ولا ما ندمتش هذاك الشيء شغلي شحال من واحد قال لي هاني مع راسك عاودي لي خويا الظروف الاجتماعيه اللي عشتيها من قبل كيف حالك من الصغر؟ الحياه ديالك كيفاش عشتيها؟ قلت لك 20 عام ديال الحبس ديال طاي ما بقيتش عاقل حتى شحال من شده سمعتيني وما رجعتش للحبس دابا 3 سنين و 9 شهور وما رجعوني الى المايا كتشرب منها نقول كان بيه منا كان بيه منا انا كنعترف فهمتيني باش تصور ما بعت من داك الشيء مين مشيت دخلت الحبس ضربت هاد شهرين وانا نتقهر ضربت 20 ما تقهرتش ضربت شهرين وانا اندومي بالمدار الصب ولا بيت الناس في انا بوحدي هو في 20 واحد بيت ديال 8 الناس ناسا في 20 واحد كتوصل 23 24 حماق علاش بنادم غيدير المونتيب ويتم غادي وخلي الحريه قدامه غاليه بنادم كيف عنده كيف ما عندوش فهمتي انا اش نقول لك عندي وش ما سميتها الرجل في عمر 30 عام كبر من بنادم بكري هما يا الدراري الصغار توصل لهم ميساج ماشي ديال الشجاعه بارك شوفها ماشي خد عبره من عند خوك يونس انت راك عارفها العلاقه مع الناس طيبه الحلال رسول الله ما كاينش اللي ما تكون عندي تاريان كنموت على يدي تنشبع فهمتيني اختي لاني 51 عام مدوزين الغراق الحمد لله مرضي مخلط عقوق جوج حوايج اللي ما درتوش في الاجرام ديالي ما ضاربش بنادم مدوز عليه الحبس وما مغتصبش جوج الحوايج ما باقي كلهم نرجعوا بعد خرقوه بعشيش شراب سرقت بعت من داك الشيء بعت ما بقيت ندير والو فهمتيني دخلت سوق راسي السجن الجوع عطاك بلي نبطل وما نعطيش بحال عطاك لافوكا شكون اللي غيرجع هاد الحبس هاد الولي عاد حيدوا الباني كل شيء جاي تما المخير ما عمري تعشيت مكارونية ولا بالمحمصة فهمتي؟ حسيتي زعما دخلتي الحفل هكا واش حسيتي بقيمة ديال الحرية؟ بزاف كنحس براسي حر غادي يعطيني 400 بعض العقل 1000 فرانك هذا مشوي كناخذ اللي بغيت ولكن الناس يتعاملوا معك بطريقتك خاصة فهمتيني؟ طريقتي خاصة الا جبتيها حلال ربي كيرضى عليك وعندي مي ناري ويلي الا 84 مي عزيزه فهمتيني المراه اللي تفارقني مع مي المراه اللي تفارقني مع مي ما عندي ما ندير بها بوان في اللي شابي شابي غدا جمع لا لا عايشه دابا بخير جوج خوتي مزوجين وعندهم عيالات دايرين لي بحال هكا كيلعبوا بيا بحال هاد البنيه الصغيره كيديروا هاد الكزار هاد المحلية جوج حوالا في دارنا ديال خوتي ديال السبوع إلا كدبت عليك نزل نزل عليه فهمتيني هو قدامنا اللهم بارك على الدار وما كاينش من أحسن من الحلال شي أختي كنوصل واحد الرسالة شي دابا اللي دخل اللي عنده الفلوس ولا ما غيضرب عندو من بارد عقلي لا لا دابا دابا كتير مشنو
الميساج وصيفطوا له. تنقول انت سمعي سمعي انا بحال هذا عز الدين ها هو الشيء. شوفي اختي هذا عز الدين ها هو الشيء هذا رجع لي لا ما تبانش هذا كان كنصحه وكنصح كاع الدراري هنا اللي عندهم 20 عام زيدي فهمتيني ما ديرش هذاك الشيء فهمتيني اختي. استفدتي منها؟ استفدتي نتايا اولا استفدتي راسي ما كاينش ما احسن من الحريه الديكار الله يجعلك ما تصورها الفرنك وانت بحريه الهيره ريويلي بلا ما نكمل لك ودخلت بدي 8 الناس في 20 واحد توصلت 24 واحد كي دايرين الناس ناسين البيئة اللي عايش فيها بنادم هي اللي تيخرج منها هكا تيخرج زوين واحد خايب ديما هي البيئة اللي كيحلوا فيها الدراري عينيهم عندنا دابا في المثال في الحلوف تكون تما ولكن قبل منها سكنت هنا بخبازة الرياض ضرب الجوع أغلبية الدراري الصغار المندوزين دخلوا سوق راسهم هذوك المندوبية إعادة عدم السجناء هاولوا شي وحدين أنا ما عمري دخيت بابهم ولا نقول لهم ضارب كذا وضارب كذا باش يدبروا بشي موتور ولا شي انايا حطيتيني فين ما حطيت فين ما حطيتيني نخدم ها بات الديسير بات الحوت خلينا نادي هنا في هذه البلاصه سبب ما يجوا يقولوا هذاك راه والو كيقول لك ديباني راسك جبدها بدراهك ولا دبر راسك اللهم لك الحمد دوزنا زوينة مرة شوية قاصحة ومرة فهمتي ما هي ما تلعبش عندنا كلشي تليفون القرقوبي السيليسيا والحشيش بلا ما نقول لك الشراب شربته تما بالحبس انا ماشي هما هذوك الكذابة اللي كاينين ما نسمي بهم حتى واحد فهمتيني شنو كيبقى يقول يا دراري وانت لا هي ولد الزهر لا هضرتي غتقول الحقيقة وهذوك راه عياونا بالكذوب هما عارفين راسهم انا ما كنكلاش شي حد غنهضر عليه بحريه بطلاقه ما عنديش انا ديك مع الامم المتحده هذاك شي سؤال هذي في اخر مرحبا الشهادة 83 ناري ويلي لالا نيرة الحارسية هضر اختي مرحبا يا ربي شوفي شوفي يا ربي ترحمنا يا ربي اشي السيوه يا ربي يا رب شو الله يا خويا دير تكوين منك دارك كاينين ناس قابله شي يخدموا اتصور 44 دابا راه وين اتولي ما تصور لا 44 لا 54 فهمتيني يعني كتقول انه شباب يقراو يعني ما كملتش قرايه ما كملتش قرايه يدير تكوين ولا يدير خدمه حاله كروسك بحال بنادم بحال الدري هو صديق ديالي هو اكثر يبداو زي الحبس خلاص براسك طلع الزوطيه ديال بان زارك واش يدير موتور ديال وخد له يشعلو ما يبيع الربع ويريح حر فهمتيني من داير والو ما كاينش شي حاجه المش... انا انايا هذيك المندوبيه اعاده كنت غادي نقصها اعاده عدم السجناء صوبه وشي واحد واش خو عارفه هاد المندوبيه عارفه ورا خصهم يساعدوني اختي بهاد الاول تاني ندير موطار وتاني نشوف شي بنت الناس ونخطب هاي وصا هو دار ولا الحمد لله ولاد خويا بحال ولادي فهمتيني مرحبا اختي امين امين يا ربي انا ما داير معاك لا موعد لا وادي لا حتى شي حاجه كلشي شوفي اختي بعض المرات ما عندي تاريخ كنجي هنايا قال لك يعطيني 2000 50 درهم 40 اللهم بارك وقف مع الناس مع الخوت نعاوني بعضياتنا فهمتيني